أنا إبراهيم سعيد عبد عروب، أتجوز، عندي 5 أنفار. كنت أشتغل بمطعم حمص وفول، كنت يعني عايش يعني والحمد لله ومشي حالي. رحنا على مسيرة العودة وكنا يعني منضمين عشان أراضينا وأرضنا يعني، ورحنا يعني عشان الناس تشوفنا إن إحنا في إن أرض. إحنا رحنا وقلنا واقفين سلمية نبعدين عنهم يعني، ما لقينا إطلاق النار علينا وطخ علينا. أنا اتصابت في تاريخ 25/5/2018، كنت متوجه أنا ومجموعة من شباب أصحابي إلى مسارات العودة السلمية يعني زي الناس. وأول ما وصلت غادة كنت يعني بين الشباب أجاني طلق، بس ما حسيتش في أولها يعني، قعدت يعني مع صوت الطلق يعني قعدت أطلع مين اللي اتصاب، وفجأة هيك إنه وقعت يعني، تلموا علي الشباب وأخذوني يعني على إسعافات الأولية. وصلت مستشفى الشفاء، وبعديها دخلوني يعني على العناية المركزة للعمليات، عملت العملية بعدين دخلوني على العناية المركزة، قعدت 10 أيام في العناية المركزة يعني تحت العمليات. يعني بعد العمليات حكوا الدكاترة يعني قرار النهائي إنه تم يعني في بتر، قال بده يصير البتر. عندي الشريان خربان، كل ما يوصلوه يفقع. يعني كذا عملية، مش عملية و2 و3 و4، يعني كذا عملية عملت فيها. يعني كل ما يعملها توصل تفقع، اخذ وحدة دم، اخذت وحدة 15 وحدة، وبعدين اخذت 25 وحدة. يعني لدرجة اني وصلت 85 وحدة دم اخذت، وكان موصل دم 2 في المستشفى. وصلت غادة لسه قاعد انا اتكلم مع اصحابي يعني، قاعدين مجموعه نتخرف مع بعض، لقيت الطلق اللي هو في اجري. بعد 3 دقائق ما حسيتش بحالي، لقيت حالي مرمي على الارض، سفت، غمت، اجوا اخذوني الشباب، حملوني واخذوني على الاسعاف. بعد الاسعاف نقلوني على الشفا واخذوني عشان يخصصوني العمليات. بعد ما طلعت العمليات عملت بدي اعمل تحويلات، بدي اعمل تحويله اطلعني برا على برا على الخارج اني اتعالج، ما رفضوني 3 مرات وضليت اتعالج عنده، خشيت كمان 2 3 4 برضه على الفاضي، قال ما فيش لها نتيجه. انا بعد الاصابه ما فيش امكانيه عندي للعمل، ارجع الى مهنتي الاساسيه اللي هي شغل النجاره، فبحاول ان انا اوجد بديل، بحاول اعيش حياتي الطبيعيه، بحاول امارس حياتي، لكن الحمد لله عندي اسره كامله بدي اعيلها، بحاول انا اعمل اعمال على قد المستطاع، اعمال فنيه زي هذه. كنا متظاهرين سلميين، فجأة صوبت بقدمي وأخذت طلق ناري متفجر. بعد ما تصوبت اجوا الشباب حاولوا انهم جابوا رجلي اللي طارت وبعدت عني حوالي 3 متر. في الشفة هناك حاولوا ترميم رجلي، لكن للأسف بعد 24 ساعة بترت رجلي، لأنه كل الأوردة الدموية كانت متفتفتة وما فيش إمكانية لتوصيل القدم مرة أخرى. أنا قبل الإصابة كنت أشتغل يعني مع تاجر في الأسواق، كنت أطلع معاه وأشتغل في تجارة يعني مفروشات، كنت أبيع حرامات وسجاد وفرشات، ويعني كنت معين للأسرة. وبعد الإصابة
يعني انقلبت رأسيا، يعني فيش شغل وبقدرش اطلع اشتغل، يعني كل اشي مربوط عندي في الشغل انه يعني الطرف الصناعي. واحد لما بنزل بياخد عياله بينزل على البحر. يعني بعد الإصابة أنا يعني تأذيت وبقدرتش يعني أقدر أشتغل ولا أعمل وقاعد، يعني مش زي يعني حياتي كلها تغيرت. أنا منيتي إني أركب طرف صناعي وأروح وأمشي وأرجع، يعني أرجع زي قبل.